الشاعر الدكتور شريف العمر. هذا سوى الأستاذ الدكتور شريف العاقل، النص بقدر ما أرهقني فقد أعجبني. قصيدة رصينة يلقيها من هو أهل للرصانة والرذانة والثقة، يلقيها من هو أهل للرصانة والرذانة والثقة، الأستاذ الدكتور شريف العاقل ومرثاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف كبير، شرف كبير أن ألقي أمام أساتذتي على المنصة وأساتذتي الحضور في واحة أمير الشعراء حقيقة في هذا الموقف المهيب. لا أعلم ما دفعني إلى اختيار هذه القصيدة العاطفية بالنسبة إلي بامتياز بغض النظر عن المستوى الفني. دعنا من ذلك ولنقرأ الشعر. مرثية الأفول. لو أن لي كرة في حب من رحلوا، لو أن لي كرة في حب من رحلوا، لكنني بشر قد غره الأمل. إني تعلقت في أستار كعبتها حتى ظننت حجار البيت ما أصل. ويحي ويحي تعلقت بالشمس التي أفلت، أنسيت لا غير وجه الله لا يفل. إني كنحل أحاط به سرادقها هذه الحياة، فثملا غره العسل. فأطبقت راحتيها في خليته، لا عاش فيها ولا مادت به السبل. ماض بلا حاضر شق حشا غده، ماض ولا درب في إدباره قبل. يا سورة الشرح، يا سورة الشرح في عمري، ويا يسرا ما بين عسرين جرحي فيه يندمل. كف من الله تجلو الدمع عن صدري كراحة الحق لو تهديكه الرسل. كانت كمن بارك الرحمن خطوتها، فالياسمين نما أن خطط يصل. في رحمة القطن تحلو، في رحمة القطن تحلو إن دمى قلبي في ضمة الليل حين العبد يرتجل. في رقة الفجر، في رقة الفجر ذي الأنسام حين يشي بمحمل الضوء في الكفين يختزل. فيها براءة مولود نهش له لنستريح كمن في عينه غفل. كانت كركعة فجر خفية قبلت لتعدل الكون في الميزان لو عدلوا. طهرا كدمعة ذنب حال توبته، صدقا كآية وحي صانها الأزل. بشرى كأول قطرات الشهيد إذا تكشفت جنة في شوقها بذلوا. ترضى كصبر صيام النفل كي أرضى، ولا تغادر أسقامي وإن ثقلوا. يقطينت الأم حين الله أنبتها بردا سلاما فلا خوف ولا وجل. يا موت يا سارق الأحباب، كيف لنا أن نستعيد شغاف القلب إن نشهد. يا موت يا فرد عين لا كفاية أو كفارة عنه تجزي إن قضى الأجل. ويحي قبرت بكفي روح مؤنستي، ويحي قبرت بكفي روح مؤنستي. يا ليتني كنت نسيا قبل ما نزلوا. هي طا
الطفلة الأم من كالله يحضنها لو حملت في النؤى ما ليس تحتمل. أما سطور عذابي فالدموع جرت نهرا عليها لتمحو حبرها الجمل. الراحلون ضباب الوقت غيبهم، والبعض يزداد قربا بعدما رحلوا. الله الله. هذه المتابعة صح جنرال، أتعبتني ولكن أعجبتني. ممتاز. أشكرك يا دكتور على هذا النص الجديد.